بدايتي كانت في أواخر السبعينات لما أسست مع خالي شركتي الخاصة في القزاز، ومن بعدها كنت حريص على زيارة المعارض الأوروبية. وبعد مشوار طويل بدأت من الصفر مرة ثانية، وفي 2004 أسست شركة سيتي غلاس. كانت البداية بسيطة جداً، بس مع مرور الوقت صارت عندنا الخبرة الكافية. صرنا نصنع أجود أنواع الزجاج بأحدث المكاين والآلات والأدوات. كنت أول شخص في البحرين يجيب الزجاج المقاوم للكسر والمقاوم للرصاص. طورت المشروع أكثر وفتحت الفرع الثاني سنة 2012، وبسبب الطلب المتزايد قررت في سنة 2018 أني أتوسع وأفتح الفرع الثالث المختص في الدبل جليزن، وهو عازل صوتي وحراري ومهم جداً وأساس في المشاريع الجديدة والتاورات ومعروف على مستوى العالم. ويوم دخلنا في مجال الدبل جليزن توسع المشروع وحققنا انتشار كبير في السوق، واسمنا صار معروف بين الاستشاريين والمهندسين والمقاولين وحتى هيئة الكهرباء والماء. حبي لشغلي يخليني دائماً أكون متواجد في مكان العمل، أول واحد يوصل الصبح وآخر واحد يطلع من المكتب، وهذا الشيء ينعكس على أداء الموظفين بشكل مباشر. وأنا حريص أن تكون نسبة البحرينيين عندي في الشركة كبيرة. البحريني مبدع ومبتكر وقادر أنه يحول الإبداع إلى مشروع تجاري بفضل دعم الجهات المعنية في البحرين مثل التمكين، اللي ساعدتنا في الحصول على أحدث التقنيات والآلات المتطورة اللي موجودة في مصنعنا اليوم. أنا أشجع كل الشباب يبدون مشروعهم، والأهم يحبون عملهم ويصرون على النجاح.